معنا السيد عمر جعارة المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ عمر، جمعة مباركة ويسعد مساك. يسعد مساكم، حياكم الله. بداية أستاذ عمر، يعني الحراك الدبلوماسي في والتفاوض في موضوع عقد الصفقة بين شد وجذب، بين انسحاب للوفد الإسرائيلي عدة مرات أو استفراد نتنياهو بقرارات حول الموافقة أو التنازل أو يعني المضي قدما في موضوع إجراء صفقة معينة، وفي بعض الأحيان اتهام حركة حماس بعرقلة موضوع الصفقة، ولكن الآن وقبل تقريبا ساعة من الزمن إسرائيل أعلنت وصول الوفد الإسرائيلي إلى باريس. هل نحن فعلا أمام يعني صفقة متوقعة قريبا؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتكلم ما يلي. أولا نعلم موقف دولة إسرائيل. موقف دولة إسرائيل هي أنها أرسلت الوفد المفاوض نفسه المكون من مدير الموساد والشباك، أرسلته إلى مؤتمر القاهرة، ولكن لم يثمر عن شيء، ثم عادوا بدون أي ثمرة. لكن دعا المصريين للمؤتمر الثاني في القاهرة، فشرط نتنياهو على رجال الأمن الإسرائيلي على الموساد وعلى الشباك ألا يتكلموا بكلمة، أي أن يسمعوا فقط. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه حول هذا الوفد الأمن الكبير بالأمن في دولة إسرائيل إلى أدوات تسجيل، ومع ذلك لم يتفقوا على شيء فعادوا من حيث أتوا. إذن أين الخلاف ما بين دولة إسرائيل والمقاومة لإجراء صفقة التبادل؟ الخلاف هو أولا الفرق كبير ما بين هدنة وما بين وقف إطلاق النار وما بين وقف القتال. حماس تطالب وقف القتال، ووقف القتال معناه وقف الهجوم على قطاع غزة وبالذات على المدنيين. ثانيا، النقطة الثانية التي تصر عليها حماس هو الانسحاب الكامل من أراضي قطاع غزة، بمعنى تضييع كامل لأي فكرة التهجير الذي هو الهدف الاستراتيجي لدولة إسرائيل الآن. ولغاية الآن من كرم الله علينا وعلى أهل غزة فشلت التهجير وبالذات إلى سيناء. إذن تقطيع قطاع غزة للشمال للوسط للجنوب، تريد قطاع المقاومة أن تنتهي من ذلك، لذلك طلبت الانسحاب من الأراضي. هذه المطالب تنسجم مع الاستراتيجية الدولية والأخلاق الدولية والقواعد الدولية؟ جواب نعم. ثم التبادل اقترحت المقاومة أن يكون الواحد مقابل مئة، وهذا لصالح المقاومة، لأن نتنياهو نفسه بدل واحد بألف، لأن إسحاق رابين بدل واحد بخمسمية. فلما تطلب المقاومة واحد مقابل مئة بيكون مطلب معقول ومتزن ولا يرفضه أحد، إذا قررنا مئة في ألف وإذا قررنا مئة في خمسمية، وقد تم ذلك مع حكومات دولة إسرائيل. إذن لا عتب على نتنياهو أن يوفق على ذلك. إذن والنقطة إعادة الإعمار، وإعادة الإعمار مهم، ثم زيادة الشحنات الغذائية. هذه مطالب المقاومة وهي مطالب دولية، لا يوجد دولة في العالم ترفض هذه المطالب. لذلك دولة إسرائيل اللي علق نتنياهو على هذه المطالب، إننا إذا استجبنا لمطالب حماس فمعنى ذلك هزيمة دولة إسرائيل، وأنا لا أسمح بهزيمة دولة إسرائيل. إذن هلا الآن وجدت أمريكا أن الخلاف كبير، وهو ليس كبير أصلا، لأن نتنياهو يبحث عن سمة انتصار، وبخاصة عندما فشل بالقضاء على المقاومة وفشل بنزع سلاح المقاومة وفشل في ترحيل السكان بغير من الخسائر الهائلة، حتى أن كثير من الشمال لم يخرج لغاية الآن ويعيشون بين أنقاض العمارات. لذلك دولة إسرائيل فشلت أمام هذه الحقائق. الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا الفشل، فأرسلت مدير المدير CIA. الآن هي لم ترسل مدير CIA، لأن CIA عرف أين المشكلة فلم يعود، وإنما أرسل مندوبا خاصا للشرق الأوسط للمؤتمر الثاني في باريس. الآن ماذا يقول الإسرائيلي؟ نتنياهو رفض إرسال الوفد إلى القاهرة للمرة الثالثة، فلماذا الآن يوافق؟ لأنه علم أن هذه إرادة أمريكية، والإرادة الأمريكية لا تستطيع دولة إسرائيل أن تقول لا لها، لأن كل شيء بالنسبة لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل
ووجود إسرائيل في الشرق الأوسط مربوط بالسيادة العالمية. نعم. سواء كانت لبريطانيا ولا سواء كانت لأمريكا. صحيح. إذن دولة إسرائيل الآن لا تستطيع أن تقول لا، فأرسل الوفد الإسرائيلي قبل دخول السبت، والمؤتمر سيكون يوم الأحد على سبيل المثال. نعم. الآن ما هي المطالب الذي يقول الإعلام الإسرائيلي بالقناة 13 وفي هذا الصباح تحديدا؟ يقول هناك بارقة أمل للاتفاق، بارقة يعني شوية ضوء. الآن من الذي يرفض؟ الإسرائيلي، لأنه لا يريد الإسرائيلي أن يعطي أي سمة انتصار للمقاومة، علما أن إسرائيل ثبتت بلغة الإسرائيلي أنها مهزومة، وثبتت بلغة الأمريكي أنها مهزومة. لا أتكلم إلا بالاقتباس، لا أتكلم أكثر من ذلك. الأمريكي يقول أن دولة إسرائيل عززت أن تعرقل أو أن تبيد من أنفاق المقاومة إلى 20%، بمعنى 80% من أنفاق المقاومة لا تزال قائمة. وعندما يكتشف الإسرائيلي هذا النفق كان فيه المخطوفين، طيب أين هم؟ كان أين هم طيب الآن؟ ويضحك على المواطن الإسرائيلي قبل المواطن الذي يتتبع الإعلام الإسرائيلي. نعم. إذن دولة إسرائيل الآن، الولايات المتحدة الأمريكية، الجواب على سؤالك بعد هذا التفصيل، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد صفقة سيكون صفقة، وإذا لم تريد الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، لأن المقاومة أقدر على قول الرفض لا من دولة إسرائيل، لأن دولة إسرائيل ليست دولة بأي معيار من المعايير. نعم. لا بالاقتصاد ولا بالحرب ولا بالطائرات ولا بالقذائف. حتى ظهرت هذه العبارة بالإعلام الإسرائيلي، حتى ذخائر البنادق تحتاجها من أمريكا. نعم. فماذا يعني تبقى لها؟ دكتور عمر، مثلا أمريكية وليست صهيونية إسرائيلية، ولذلك إذا الأمريكيين معنيين بإجراء صفقة تتم الصفقة، إذا الأمريكيين غير معنيين بتطبيق الصفقة لا تطبيق الصفقة، ولذلك لا يقبل جو بايدن وهو بفترة الانتخابات على أن يكون أعجز عن حل هذه المشكلة المستعصية التي خسارتها من البشر ومن الأطفال ومن النساء ما يقترب من 100,000. نعم، ولكن الخلاف دكتور عمر، يعني اسمح لي هون، الخلاف هو على طبيعة الصفقة. يعني أمريكا هي تريد عقد صفقة وتطلق سراح الأسرى لدى المقاومة، ولكن تريدها بشكل يعني بالشكل المعين التي تراه مناسبا، بمعنى انه الحفاظ على الوجود العسكري داخل قطاع غزة، عدم عودة النازحين من الجنوب الى الشمال، تريد اجراء صفقة، ولكن تريد اجراء صفقة بما تراه مناسبا، وايضا المقاومة بالطرف الاخر تريد اجراء صفقة ولكن بشروطها. يعني المفارقة أن الكل يريد إجراء صفقة، ولكن ما هي شكل الصفقة يعني التي سيتم التوافق عليها؟ الآن فيما يتعلق اللي بتفضل فيه، بالتأكيد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة بمواقفها وإذا كانت مخلصة لمواقفها تكون الصفقة خلال لمحة بصر. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ضد التهجير، فلماذا توافق على تهجير الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب؟ فإذا تلغي الترحيل وتعيد كل الناس إلى أماكنها، طيب تعيد الناس إلى أماكنها للبيوت المدمرة، إذا تدخل الأنوراء إلى ذلك، ولكن الأنوراء أشد أعداء دولة إسرائيل، وهذا مخالف للقوانين الدولية، لأن الأنوراء مؤسسة دولية ومصوت عليها في مجلس الأمن ومصوت عليها في الجمعية العمومية. فإذا أين موقف جو بايدن؟ فإذا أراد أن يرفع شعبيته فيقف مع هذا المنطق. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تريد تبادل وإطلاق سراح؟ الجواب نعم، ولكن تبادل مثل ما تم، كما بدأت كلامي معك، تم 1:1000، لماذا لا يتم الآن 1:100؟ تم 1:500، إذن لماذا لا يتم 1:100؟ ولذلك إسرائيل تقول تقبل أنا 1:3. ما أنت بدلت 1:10، ما أنت بدلت بقبل 10 بالهدن السابقة. فإذا دولة إسرائيل لا تريد إلا أن تظهر نفسها قوية وأن تقول لا، ولا تستطيع أن تقول لا للمقاومة، بدليل الحرب التي استمرت ودخلت في شهرها وكادت أن تختم في شهرها الخامس، وهي من أطول حروب التاريخ. نعم. لذلك دولة إسرائيل، نحن لسه بحرب عالمية أولى قعدت 4 سنين، ولا بحرب عالمية ثانية قعدت أيضا 4 سنين، ولمساحة قارة تتكلم عن حرب بمساحة 365 كيلومتر مربع وفيها 2.5 2.3 مليون فلسطيني.
إذن المسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت مخلصة لما تقول وجادة لما تقول لا تستطيع أن تضرب بعرض الحائط مطالب المقاومة، بالرغم أنها في تصريحاتها السابقة قال جو بايدن نتنياهو أنا معك في تدمير حماس، ولكن ماذا بعد؟ فلم يجبه، لم يجبه إلا جديد. بدأت تظهر بالإعلام الإسرائيلي ماذا سيفعل نتنياهو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما خاصة الضفة الغربية، في السلطة الفلسطينية، لا 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 لا، هذا أبو مازن محرض وهذا أبو مازن غير شريك للسلام إلى آخره. إذا ماذا يريد نتنياهو؟ يريد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة ودولة إسرائيل، والضم مرفوض عند الأمريكيين وعند كل القوانين الدولية إذا كان مخلص، ولذلك يستطيع جو بايدن أن يحرق نفسه بالانتخابات إذا مشى مع المطالب الإسرائيلية. نعم. أما إذا مشى مع المطالب الفلسطينية فسيكون له فوز في الانتخابات. نعم. لو نظرنا إلى تصريحات نتنياهو الأخيرة حول، يقول نتنياهو، فرض السيطرة الأمنية على الضفة وقطاع غزة، ونشاهد يعني في الضفة الغربية الإجراءات المشددة وتركيب البوابات الحديدية على مداخل ومخارج المدن، ويعني الاعتقالات والاستهداف والاغتيالات، وكان آخرها يعني استهداف سيارة يوم أمس في جنين. هذا الخلاف الداخل الإسرائيلي، بمعنى أنه نتنياهو أيضا واضح أنه يحمي نفسه بطريقة بأخرى بإطالة فترة الحرب وتفعيل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واشتعال الشمال، يعني هل ستبقى الأمور بين يعني أخذ ورد في الداخل الإسرائيلي، يعني إلى متى؟ يعني هل سينعكس ذلك على عقد صفقة؟ نعم، الآن الولايات المتحدة الأمريكية كما بدأت معي من كلامك معي، إذا تريد صفقة تكون صفقة، إذا لا تريد صفقة لا تكون صفقة، هذه نقطة أول استطيع وشرحناها بالتفصيل. لكن دعني أقول لك ما هو موقف نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. الموقف صفر، ولذلك حتى ميكي زوهر وهو من رجل الكود الكبير قال لا يمكن أن نجمع ما بين إطلاق سراح المخطوفين وتحطيم حماس، تحطيم حماس غير وإطلاق سراح المخطوفين، والجمع بينهما كما يقول نتنياهو ليلا نهارا هو معناه أن لا يمكن أن نحصل على المخطوفين أحياء. ولذلك يوجد عند حماس من هذا في ورد بالمطالب التي قدمتها حماس، وردت 36 جثة عندهم يتكلمون عن تسليمها أيضا من ضمن الموجود معهم. إذن الآن النقطة المهمة في سؤالك هو ما يلي، أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تحرز نصر على المقاومة، لا تستطيع أن تشبه المقاومة بما تريد، ولا تستطيع بإذن الله، هذه النقطة التي أنا قلق منها، ولا تستطيع أن تخرج أي فلسطيني من أراضي قطاع غزة باتجاه سيناء. ونسأل الله أن يكف شر النظام المصري عنا بجاه هذا اليوم الفضيل وهذا اليوم الجمعة إذا تغير موقفه عن ما أقول. ولذلك إذا ثبت النظام المصري على ما أقول فالشكر كل الشكر للنظام المصري مهما كان. لأن الثقة بالنظام العربي وبالنظام الإقليمي فقط لا تكون إلا بالكهرباء الأمريكية. ما يقول الأمريكي لدول المنطقة يفعلون، تطبيع مش تطبيع، حرب مش حرب، سلام مش سلام، اتفاقيات، كله على طاولة حديقة الورود في الولايات المتحدة في البيت الأبيض. إذن لا نستطيع أن نقول إلا هذا الكلام. إذن مرة ثانية القضية الفلسطينية في قطاع غزة أصبحت قضية عالمية وأصخلت الشغل الشاغل لكثير من عواصم دول العالم، ثم أصبحت المؤثر الكبير على نتيجة الانتخابات الأمريكية، وهذا الذي يعتبر إنجازا وحيدا ومنفردا في تاريخ الصراع مع دولة إسرائيل. لكل هذه الاعتبارات نستطيع أن نقول ما يلي، دولة إسرائيل ليست دولة، ودولة إسرائيل لا تعتبر دولة، ودولة إسرائيل دولة قاتلة للأطفال والنساء بهذه الأرقام الكبيرة، ولذلك لن يضيع الله هذه الدماء. آمين. آمين. عبثا وسدى. آمين. ولذلك نسأل الله مرة ثانية أن يكف عنا تناقضات النظام العربي، وأن يكف عنا الولاء للنظام العربي للولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في كل دول الشرق الأوسط بلا استثناء. مرة ثانية هذا الصمود
بهذا الكلام الذي أقدمه لحضرتك والسامعين هو من أخطر الحقائق السياسية الآن في الشرق الأوسط. فئة قليلة مستضعفة مؤمنة تقتل أبنائها ونسائها، لاحظ، حتما منصورة كما ورد في القرآن الكريم. أمين. ولا نريد نحكي خطبة جمعة، ولا نريد أن نتكلم درس بالشريعة إلى آخره. لذلك دولة إسرائيل الآن أمام هذه الحقيقة منذهلة، أمام الموقف الأمريكي الذي يزداد تعقيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول الإسرائيلي، الهوة تتفاوت والخلاف يتصاعد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والشريان التاجي لدولة إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. فالخلاف معها بحق وحقيق يصيب دولة إسرائيل الجلطات تلو الجلطات. ولذلك إسرائيل دولة عاجزة عن الانتصار على هذه الفئة، وهذا هو مغبط الفرس فيما يتعلق بهذا الصراع. أي تشكيك بما أقول بذلك ينصب في خدمة المشروع الصهيوني بأي شكل من الأشكال. يعني دكتور عمر، القرآن الكريم يحدثنا دائما وأبدا الفئة القليلة المؤمنة المستضعفة التي يقتل أبناؤها نسائها هي المنصورة إن شاء الله، ونصر الله نسأل الله النصر دائما. يعني دكتور عمر، بما تقدمت به وبهذه التحليلات، السؤال، هل نحن قريبون من عقد صفقة وقبل رمضان تحديدا؟ نعم. لماذا؟ ليش؟ أولا، لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية CIA الأمريكي الذي ذهب إلى مؤتمر باريس الأول وذهب إلى مؤتمر القاهرة، لم يرسل هذه المرة، وإنما رسل مبعوث خاص للشرق الأوسط من قبل جو بايدن. وبمعنى أن هذا المؤتمر باريس الثاني سيستفيد من خطأ أو فشل مؤتمر باريس الأول، وأن لا يكون هناك فشل جديد يسجل على جو بايدن في مؤتمر باريس الثاني الذي سيقع يوم الأحد القادم. ولذلك الآن انظر هذا الخبر الآن في الشاشة الإسرائيلية قبل قليل. انظر ماذا الخبر، أسر المخطوفين يطالبون نتنياهو بإرسال مراقب من قبل عائلات المخطوفين إلى المؤتمر الثاني في باريس. انظر إلى هذا الخبر وهذا الضغط الذي يمثله الشارع الإسرائيلي على نتنياهو، لأن نتنياهو يريد أن يخرج المخطوفين بطريقته الخاصة، وهو الآن عاجز للشهر الخامس ولن يستطيع أن يصل إليهم، كما قال ميكي زوهر، إن الذي يعتقد أننا نستطيع أن نحصل على الأسرى بمترابط مع هزيمة حماس فهو خاطئ، معناه يريد الأسرى أو المخطوفين ليسوا أحياء. يعني نتمنى انتهاء هذه الحرب وعودة أهلنا في قطاع غزة إلى سكناهم أو أماكن سكناهم إن بقي هناك سكن، ونسأل الله السلامة لكل أهلنا في قطاع غزة. الدكتور عمر جعارة، مختص بالشأن الإسرائيلي. نتمنى أضيف إلى أمنياتك الطيبة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه يريد أن يحول قطاع غزة مثل الضفة الغربية، يسرح ويمرح ولا يعترف بوجود شعب فلسطيني مطلقا، كما قال سموتريش وبن بقير مرارا وتكرارا. حتى أمس قال بن بقير لا يوجد شعب حاجة اسمه شعب فلسطيني، لأنه قد أباده يشوع بن نون قديما كما هم في تناخهم. إذا نتمنى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إعادة الإعمار على أساس أمني، أي لا يوجد بيت في قطاع غزة إلا تحته ملجأ أو مكان عصي على القنابل، لأنه ستكون الحرب القادمة 100% قادمة، كما هي تسلسلت منذ عام 1906 حتى 2023. إذن أن تكون البناء القادم والإعمار القادم أخذا بالحسبان للسلاح الوحيد بيد إسرائيل، وهو هذه الطائرات بقنابل بوزن 1000 كيلو، ولذلك يتم الإعمار بسرعة، وتتحمل دولة إسرائيل مسؤولية هذا التدمير والانسحاب الكامل، وأن تعترف إسرائيل بعدم الاعتداء على قطاع غزة، وألا تصرح وتمرح في الضفة الغربية، وأن تبتعد عن المسجد الأقصى،
إذا لم تكن هذه سمات الانتصار إذا فما هو الانتصار؟ نعم. ونسأل الله يعني أن يتحقق ذلك. نسأل الله الصمود والبقاء، ويعني لو استطاع الاحتلال إنهاء هذه القضية منذ أكثر من 70 عاما لا أنهاها، ولكن الواقع غير ذلك تماما. الدكتور عمر جعار المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، بأمان الله يا حبيبي.